مشروع إنشاء الجسر العلوي عند تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الملك عبد العزيز بالدمام. يساعد المشروع على فك الاختناقات المرورية للطرق المؤدية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وتسهيل الحركة المرورية من مدينة الدمام إلى مدينة الخبر والعكس، حيث أنه يجنب المركبات إشارة تقاطع نفق الميناء وتقاطع خطوط السكك الحديدية الواصلة بين ميناء الملك عبد العزيز وساحة تداول الحاويات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية. تم بدء العمل في الموقع بتاريخ 1 يناير لعام 2011 ميلادية. تم إيقاف الأعمال بالموقع بتاريخ 27 أبريل لعام 2011 ميلادية. تم استئناف الأعمال بالموقع بتاريخ 5 فبراير لعام 2012 ميلادية. ومتوقع انتهاء الأعمال بالمشروع في نهاية فبراير لعام 2015 ميلادية. تم تحويل الخدمات مثل خطوط شركة الكهرباء ذات سعة 13.8 كيلو فولت و 69 كيلو فولت، وأيضا خطوط شركة الاتصالات السعودية. تم إنشاء عدد 718 خازوق. تم إنشاء عدد 44 قاعدة للركائز و 8 قواعد للأكتاف. يتم إنشاء عدد 88 ركيزة شاملة رؤوس الركائز. يتم تسليح وصب المقاطع الخرسانية بساحة الصب ويبلغ عددها 714 مقطع. يتم عمل أقفاص التسليح للمقاطع بالساحة. ثم يتم نقلها إلى القوالب الهيدروليكية الخاصة بصب المقاطع. ومن ثم يتم صبها. ثم بعد الوصول لقوى الانضغاط المطلوبة يتم فك المقطع من القالب وتخزينه بالساحة تمهيدا لتركيبه. عملية التركيب. تأخذ عارضة الرفع موقعها أعلى رأس الركيزتين، ثم تبدأ عملية الارتكاز للعارضة على رأسي الركيزتين. يتم نقل المقطع من ساحة الصب إلى مكان الرفع، ثم تقوم الرافعة المتحركة على عارضة الرفع برفع مقطع الترسية والتثبيت أولا. يتم تركيب مقطع الترسية والتثبيت أعلى رأس الركيزة. تتم نفس العملية مع رأس العمود الآخر، ثم يتوالى رفع باقي المقاطع تباعا وإبقائهم معلقين في العارضة. ثم تتم عملية الشد المؤقت وعملية الإيبوكس جراوتينج، ثم تتم عملية الشد النهائي، ومن ثم يتم تحريك العارضة للبحر التالي. بعد الانتهاء من عملية التركيب وكذلك إنشاء مطالع ومنازل الجسر، يصبح الجسر جاهزا لأعمال الإسفلت ومن ثم تركيب أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية، وستكون الحركة المرورية كما هي أمامكم.